موقع الفيل تعادي وليد صادي وجها لوجه أمام متشدي وفوزي لكجع. ما سر هذا اللقاء وماذا حدث؟ تعال مع بعض نشوف تفاصيل هذا الخبر. أتمنى من الأخوة الحضور وضع اللايك والاشتراك في القناة. اللي ما حطش لايك أتمنى أنه يحط لايك، واللي ما اشترك عندي بالقناة أتمنى أنه يشترك ويشرفني وينورني. تعالوا نشوف تفاصيل هذا الخبر. طبعا هو لقاء ناري بين الأطراف وليد صادي وبيترش المتسبي وفوزي لقجع. ما الذي حدث وما سر هذا اللقاء؟ قبل أيام قليلة من إعلان الطاس بالنتائج الانتخابية لمباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان سنعرف كل ما حصل والتفاصيل سوف تسمعونها بهذا الفيديو. طبعا اليوم الاثنين الموافق 21 من اكتوبر 2024. اتمنى من اخواني واخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا، واهلا وسهلا بالجميع. التقى وليد صادي وامينه العام طبعا نزير وجها لوجه بموتسبي وفوزي لقجع خلال حملة باتريس موتسبي الانتخابية لانتخابات الاتحاد الافريقي لكرة القدم. وكما نعلم جميعا ان اول الداعمين لباتريس موتسبي هو فوزي لقجع، ولكن تم دعوة وليد صادي لهذا الاجتماع، وطبعا لسه بدري على الانتخابات. رغم ذلك عمل حملة موتسبي حتى كما نقول بالعامية اللي يجس نبض الأعضاء ورؤساء الاتحادات، هل سيتم انتخابه أم لا؟ طبعا الانتخابات ستكون في شهر مارس من العام القادم. وذكر تقارير صحفية أخرى أن محمد روراوة سيكون من ضمن المرشحين، ولكن لم يعلن رسميا عن ذلك القرار في الوقت الراهن. وأكدت ذات التقارير الصحفية أن وليد صادي أعرب عن استيائه عن الحملة الانتخابية لبيتريس موتسبي، ورفض رفضا تاما هذا الأمر بسبب النقاش الذي دار بينه وبين متسبي في اجتماع اليابان، وفرض عقوبات على اتحاد العاصمة، بالأخص يعني قضية اتحاد العاصمة ونهضة بركان ووقوف متسبي بجوار المغرب ونهضة بركان. طبعا واقف معهم بكل ثقة في هذه القضية. ما رأيكم أنتم؟ أنتظركم تعليقاتكم تحت هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.